لكل أعزائنا، ممكن تكونوا سمعتوا اليوم إنه صار في حريق كبير في منطقة القوز. هالحريق ابتدى بمكان، للأسف انتقل وحرق مستودعاتنا والمعرض طبعنا، بس بسبب تدخل الدفاع المدني وشرطة دبي، مشكورين مشكورين 100 مرة، بسرعة وباحتراف تمكنوا يوقفوا الحريق من صوبنا، ما وصل على الورشة طبعنا. منحب نطمن الجميع انه كلنا بخير والحمد لله، وسيارات زبايننا كلها بخير، كنا بعدناها كلها عن منطقة الحريق، والسيارات اللي ما فيها تتحرك موجودة على الجاكات، أصلا ما وصل الحريق، تمكنوا يوقفوا الحريق. منحب نتشكر من جميع الأصدقاء اللي اتصلوا فينا وعرضوا المساعدة، والأصدقاء مش يعني بس أصدقاء كصديق، هني زبائن، هني حتى كومبيتيتورز لنا، جماعة موجودين نحن وياهم في السوق، الجماعة كلهم اتصلوا. منحب بس نطمنكم انه نحن صار لنا 29 سنة في السوق، وما في أي سبب انه نوقف. أقدم شركة في الشرق الأوسط بتجهيز السيارات، وراح تضل أقدم شركة وشركة مكملة، وراح نرجع بقوة أكثر. وشكرا لكم كل محبينا، يعطيكم ألف عافية ويخليكم بصحتكم.